يوشيا انضم لنبوخذ نصر وحاول يمنع نيكاو الثاني عند مجده، فقتله نيكاو الثاني في مجده. دي اللي تسمى موجوده في التاريخ موقعه مجده. موقعه ده غير موقعه مجده بقى في الحيثيين، موقعه ثانيه. موقعه ثانيه كانت مع دي، كانت في عهد تحتمس الثالث. تحتمس الثالث ده الاسره ال 18. كان له موقعه خطيره جدا، اللي هي خد طريق خاص بيه لما يعني قاده الجيش قالوا ده خطر جدا والاخر، قال لهم انا، وطلع هو في مقدمه الصفوف ومشي في الطريق ده اسمه طريق عرونه. وانتصر في مجده، بس دي كان في الاسره ال 18، انما ده نيكاو الثاني ده في الاسره 26. كويس. في وقت يوشيا. يوشيا. اللي هو ده في الملك الاسرائيلي. اللي هو معناها يعني الله الشافي، يهوى شيا يعني الله الذي يشفي يعني. تمام. طيب فكره الصراع بقى على انه الارض دي بتاعه الاسرائيليين اللي كانوا موجودين سواء من عهد يوشيا او غيره، او لا دي من عهد الفلسطينيين وهم اصل العرب، الفصل في الحكايه دي تاريخيا تتحسب ازاي؟ تاريخيا حتى من هم نفسهم في العهد القديم، ابراهام او ابراهيم لما نزل على ارض كنعان من اور الكلدانيين اصلا في العراق، وبعد كده ربنا قال له، ما كان بيخاطب ابراهيم، قال له اعطيك ارض غربتك. يعني انت غريب عن هذه الارض، صح، اللي هي كنعان اللي هي فلسطين. لما جاء هنا بقى نزل من ارض غربتك، يعني انت غريب في هذه الارض، يعني مش ارضك، مش ارضك، يعني واضحه اهي، صح، اعطيك ارض غربتك، صح، الارض اللي انت متغرب فيها دي انا بديها لك، انا بديها لك. دليل اخر ان لما نزل مصر، والقصه طبعا اللي بتتقال دهيا، اولا انا عملت دراسه على الحته دهيا، فوجدت ان لما جاء مصر كانت ساره عندها 70 سنه. كويس. وطبعا يعني رعيه غنم تبقى 70 دي 80 او 85، لان طبعا الحراره والشمس والحاجات دي كلها. المهم فلما نزل مصر هو وساره، فقال لساره قولي لملك مصر، وما طبعا كاتبينها فرعون، انك اختي. فتقول الروايه ان الملك خد، مع ان في نفس العهد القديم ده برضو ان يوسف قال لاخواته تعالوا كله بعيد بعيد عن المصريين. قالوا له ليه؟ قال لهم المصريون ينظرون الى رعاة الغنم انهم ركس للمصريين. ده انت المصريين بيبصوا لرعاة الغنم ان هم نجاس، يبقى ملك مصر هيبص لرعاية غنم عندها 70 سنة؟ بالعقل كده يعني ما تمشيش. المهم انما طلع الملك ده نبيل جدا، لان بعد ما ربنا نزل على دماغه اللعنات، مع ان ملوش ذنب لان فاكرها اخته. فقال لها في ايه؟ قالت له اصل انا زوجة ابراهيم. فجاب الراجل، جاب ابراهيم، فقال له ما الذي صنعت بيا؟ لماذا قلت انها اختك وهي زوجتك؟ ها هي امرأتك، خذها وذهب. واعطاه حمير وبغال ومش عارف ايه واتنين حراس عشان يطلعوه بره مصر. تمام. يوم ابراهيم يقول لها الحته دي، القصه دي بجيبها لك عشان تعرف ان فلسطين مش بتاعتهم. ايوه. فهم طالعين على فلسطين، فابراهيم يقول لمراته ايه؟ اللي هي ساره دي، لاني نلت خيرا بسببك في مصر. قولي لابي مالك ملك جرار في فلسطين انك اختي. يعني فلسطين مستقره ولها ممالك ولها اسماء ملوك، صح. ولها سيبك من الحته بتاعت ان يعني بيقول لها قولي عشان اكسب من وراكي وكلام ايه ده كله، هننسى الحته دي، انما انا بذكر الحته دي عشان نعرف ان اسرائيل كانت قائمه، فلسطين قبل ابراهيم، فلسطين كانت قائمة. فلسطين كانت موجود. قولي لابي مالك، لابي مالك ملك جرار في فلسطين. لا. فلسطين ايه؟ تبقى فلسطين ودوله ولها ملك وحكم وشعب. وشعب بلاش كده وكده. عندك يشوع ابن نون لما حاصر أريحة، الجنود بتاعه نفخوا في البوق فانهارت أسوار أريحة من مجرد الصوت بتاعة البوق.
يجي بقى فينكلشتاين وسيلبرمان يقول لك بالدراسة التاريخية والآثار كنعان كلها ما كانتش المدن لها أسوار، فأسوار أريحة دي إيه؟ ثم أن في وقت يشوع بن نون كانت أريحة ليس بها مستوطنات وليس بها يعني، فمنين أنت بقى جايب الكلام ده وإن أسوار وقعت و و و و ده كلام سيلبرمان وفينكلشتاين. وهي معانا صور لأريحة. فلها ليس لها ولا جدران ولا حاجة. ولا جدران ولا أسوار ولا مستوطنات في ذلك العصر اللي هو كان 13 قرن قبل الميلاد اللي هو بتاع يشوع ابن نون. تمام. يبقى الكلام ده ملوش أصل طبعا. برضو يعني في النهاية هم بيبنوا بيحاولوا يبنوا حقائق على أكاذيب ماضية وقعدوا يزنوا لحد ما ما هيش حقائق بقوها. ده تأليف. ما هي دلوقتي عند بعض الناس حقائق، لكن لما ترجع لأصلها بالنسبة لهم انما عشان كده انا بطلب من الناس انها تقرأ. صحيح. تبص تلقى يهاجم مش عارف ايه يا عم اقرأ الكلام دول اللي بيقولوا العلماء دول ما يعني ما هوش اي كلام. اكيد. بس انا الحقيقة بقى احيي إسرائيل فينكلشتاين وهو عالم اثار واستاذ في تل ابيب يونيفرسيتي ويهودي وفي مكانه كما هو، مع ان شوف بيعمل ايه في كتابه اللي هو ده. صحيح. ده رجل يستحق التحيه. طب هل في الكتاب برضو انا قريت كده في مقتطفات ان في كلام عن لوط وابنتي. اتكلم برضو عن الحته ده هي. طبعا القصه التوراتيه ان لوط بعد سدوم وعموره فاخد بناته وطلعوا، كان بنت كبيره وبنت صغيره، فبنات لوط اعتقدوا ان البلد كلها انتهت وما عادش فيه رجاله، فقالوا هيا بنا ناتي بنسل من ابينا. فشربوه لغايه ما فقد الوعي ونامت معاه البنت الكبيره وجابت منه ولد سموه مؤاب، اللي هم بقوا قبيله كبيره بعد كده وشعب كبير اسمه المؤابيين. وتاني يوم البنت الصغيرة سكرت أبوها وعملت نفس الحكاية وجابت ولد سمته عمون، اللي هم العمونيين أو العمونيون. سيلبرمان وفينكلشتاين بيقولوا أصل الحكاية لو جيت للبحر الميت هتجد على غرب البحر الميت في الشمال. هي الرواية اللي حضرتك قلتها دي عن لوط وابنتيه. لوط وبنات دي موجودة في العهد القديم؟ في العهد القديم مكتوبة كده. مكتوبة. تمام. ان الراجل انجب من بناته وكذا كذا. تمام. يجي بقى فينكلشتاين سيلبرمان قال لك لا، ده البحر الميت كان الغرب بتاعه قبيلة كبيرة قوي قوي اللي هي اسمها يزرعيل او اسرائيل. وفي الجنوب يهوذا، كانوا الاثنين يعني الى حد ما متحالفين. انما كان في خلافات كبيرة بينهم. تمام.